بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتقي بكم في الحلقة الثانية من كتاب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قولوا معي: يا فرحتي بجنتي مع الحبيب النبي، يا فرحتي بجنتي مع الحبيب النبي، أنا رفيق النبي، أنا رفيق النبي. اللهم اجعلنا وإياكم وكل المساهمين في طبع كتاب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب العالمين. تكلمنا في الحلقة السابقة على أن المكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في كل موطن، وقلنا أن هذه المواطن ستة، ولكن أصعبها عند الناس هي الموطن في عند الميزان وعلى الصراط وعلى الحوض. ولكن هنتكلم اليوم عن علاقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بثقل الميزان يوم القيامة. هنرفع لكم الآن جدول يبين لنا آية الميزان والموازين يوم القيامة، بحيث ان انت تشوف انت وضعك هيكون ايه. المكثر من الصلاة على النبي دي فاز وخلاص، انتهى، عدت معاه. المكثر من الصلاة على النبي فاز في الدنيا والآخرة، ولكن من بخل خسر خسران مبين. تعالوا خلوا بالكم معايا. روي أن أثقل ما يوضع في الميزان من الأعمال هو الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله. فعن جعفر بن محمد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند الميزان يوم القيامة، فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة علي حتى أثقل بها حسناته. يا حباب النبي صلى الله عليه وسلم، ده أول موطن يا ناس، أول موطن صعب عندما توزن أعمالك يوم القيامة. ولكن الذي يثقل هذه الأعمال إذا كان لك ذنوب هي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كافية، بل كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالمكثر اسمه مكتوب في صحيفة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، سجلت له في قبره كما قلنا في الحديث السابق. وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم على طول، الكشف قائمة موجودة معه في أرض المحشر. القائمة دي لا تتركك منذ خروجك من قبرك إلى الجنة، وسوف تكون معه في الجنة في منزلته إن شاء الله رب العالمين. فأرجو أن تكونوا تحسنوا الظن بالله وتكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخ الكليني في أصول الكافي، أصول الكافي ده كتاب بسند صحيح عن محمد بن مسلم رضي الله عنه أنه قال: ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد، وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فيخرج صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرجح به. معنى الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج الصلاة عليه يعني مسجل انت صليت عليه قد ايه، مشبوط في صحيفة ما في يد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قلناه في الحلقة السابقة. وما زلنا في الهبة الأولى،
نرفع لكم حديث تاني وربما تكونوا نسيتوه، أو الناس اللي هي بتسمعنا من أول مرة ما شافتش الحلقة الأولى. هذا برنامج لابد تشوف حلقاته مسلسلة، لأن كل واحدة معتمدة على التانية. اقرأ الحديث أمامك أهو. عندك على اليمين، ربنا يجعلكم كلكم من أصحاب اليمين. عندك اليمين فيه شكل حلو زخرفي أهو، مكتوب عليه إيه؟ الشعار، شعار إيه؟ شعار الناس اللي هم عملوا إيه؟ اللي طبعوا هذا الكتاب، واللي مين؟ واللي نفسهم يطبعوه. بيقولوا إيه؟ يا فرحتي بجنتي مع الحبيب النبي، أنا رفيق النبي، أنا رفيق النبي. يا فرحتي بجنتي مع الحبيب النبي، أنا رفيق النبي، أنا رفيق النبي. اقرأ الحديث بقى معايا أهو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن، يعني في كل موضع، يعني في كل مكان في أرض المحشر، ماله؟ أكثركم علي صلاة في الدنيا. من هم؟ لهم صفة معينة. أم زود لك وقال لك إيه؟ من صلى علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له 100 حاجة، 70 من حوائج الآخرة، و30 من حوائج الدنيا، ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في قبري كما يدخل عليكم الهدايا. يخبرني من صلى علي باسمه ونسبه إلى عشيرته فأثبته عندي في صحيفة بيضاء، يعني خالية من الذنوب. اسمك يسجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف ليه؟ لأنك من المكثرين، مش المصلين على النبي صلى الله عليه وسلم وبس، لا، اللي مصلي على النبي ده بصفة متقطعة أو مكلون، دول اسمهم مش مثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم. أما لما يتقرر الملائكة تقول له فلان يا رسول الله، علي بسلم عليك يا رسول الله، علي بصلى عليك يا رسول الله، علي بسلم عليك يا رسول الله، علي بسلم عليك يا رسول الله، محمد يصلي عليك يا رسول الله، محمد يسلم عليك يا رسول الله، وكل ما الاسم يتكرر باسمك واسم ابوك واسم جدك، لا، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، هذا له جائزه مخصصه عندي، عنده جائزه، هل تكتب اسمه؟ خلاص، اثبت، يعني لا يمحو ابدا، مفيش حد يمحي من البشر، لان انت ممكن تمحي اسمك تتعزل من وظيفتك وانت في الدنيا، لان بشر يقدر يتحكم فيك، ولكن انت في عالم الشهاده واسمك مثبوت في عالم الغيب وانت لسه ما متش، يبقى مين اللي هيقدر يمحيه؟ لو انت عملت ذنب ربنا هيغفر لك قبل ما تموت، لان صحيفه بيضاء يعني خاليه من الذنوب، الناس دول خلاص ربنا شال عنهم الذنوب، يعني مش هيموتوا الا ما يكفر عنهم سيئاتهم كلها. ويبدل سيئاتهم حسنات. يبقى انت عايز ايه؟ منتظر ايه؟ بتجلس بفلوسك ليه؟ خليك لما نشوفك عند الميزان كده. تعالوا بقى نشوف الميزان. الميزان لما هتكلم تخلوا بالكم من الايه ورقمها والصوره. الصوره والايه والرقم. شوفوا الجدول ده كده. سورة الأنبياء وسورة لقمان، طبعا الأنبياء موجودة فيها إيه؟ جامع، ولقمان جاية إيه؟ مفرد، لقمان فرد واحد، إما كان رجل صالح أو نبي من الأنبياء، في مختلف عليه عند العلماء. سورة الأنبياء قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. خلي بالك هنا الميزان وهنا حبة الخردل موجود.
في سورة لقمان قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تعال حبيبي كده، ليه حبة الخردل هي وحدة الميزان يوم القيامة؟ انتوا عارفين ان 70,000 حبة خردل، 70,000 حبة خردل بتزن 1 جرام، لذلك ما اخفها. يعني حتى الحاجة الخفيفة الاول ما فيش اخف من حبوب الخردل على وجه الارض في علم النبات. الله سبحانه وتعالى ضرب بها المثل، لان لما تجيب 70 حبة، 70,000 حبة وتضعهم كده في ورقة وتزنهم يساوي 1 جرام. طبعا 70,000 حبة يبقى حيفان كده كبير، او يملأوا زجاجة من زجاجة الزيت اللي هي 1 لتر، ليه حط بحبه 70,000 حبة يملوه، او ممكن تيجي بزجاجة 2 لتر حتى، حجمها كبير جدا ولكن تزن 1 جرام. حاجة يعني معناها تخوف. هو ربنا بيقول لك حتى لو هي حباية واحدة او جزء من الحباية اللي هي واحدة على 70,000، من عملك خير او شر هنوزنه لك يوم القيامة. يا خبر ابيض، ده احنا محتاجين نصلي على النبي كتير قوي، لان فيه هفوات واشياء نسيناها، في ذنوب عملناها وفي ناس اغتبناهم وفي ناس ظلمناهم وفي ناس اسأنا اليهم وفي ناس ضربناهم وفي ناس اخذنا حقوقهم وفي حاجات اكلناها حرام، يا وفي نظرات نظرناها بشهوة إلى النساء، وفي نظرات نظرناها بصدراء لبعض الناس، وفي ناس علينا صفهم عليهم، وفي ناس لم نرفع إمامة إماطة أذى عن الطريق، حجر أو إبرة خياطة أو زجاجة أو أي شيء أو لقمة عيش موجودة على الأرض أو حجر في الطريق، أو ضربنا جبة أو ضربنا حيوان ولم لما يتكلم حتى يستغيث ولم نرحمه. كل جاء أشياء مكتوبة عند الله، ده حاجات كبيرة قوي. ده أنا بكلمكم عن حاجات ظاهرة، أمال الحاجات الصغيرة الغير ظاهرة قوي جدا بتتكتب علينا سيئة، ده هنعمل فيها إيه؟ يبقى ما في الحاجات دي لما تكتر في الميزان، لو خف خلت السيئات بتاعتنا كترت الميزان يخف، لأن احنا عايزين ثقل للميزان في كفة الحسنات، فلما تخف كفة الحسنات معناها تذكر كفة السيئات. طب كفة السيئات ايه اللي يرفع هذه السيئات ويجبر خاطرنا؟ الصلاة، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هتكون فين؟ صلاة واحدة ما تنفعش الحاجات الكام للبلاوي الكتير كده اللي انت عاملها. صلاتين، 100,000، 2,000 ما تنفعش. امال ايه اللي ينفع؟ اللي ينفع يكون اسمك مسجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. هتجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الميزان. ما هو اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، الف كل موطن. فأنا موجود من ضمن المواطن عند الميزان. طالما اسمك مكتوب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت هتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الميزان. يبقى مش محتاجة تقول أنقذني يا رسول الله. لا، ده هو هيخرج لما هيقف جنبك على الميزان. وأنت هتكون أقرب، يعني موجود جنب على الميزان صلى الله عليه وسلم. لما يلاقي ميزانك خف يقوم مطلع بطاقة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يحطها في ميزانك تكسر ايه؟ الميزان بيطيش
بالسيئة تتنطر تترفع فوق. شوفوا ما انت لما تكون حاطط 2 كيلو حديد وفيه مثلا 5 طماطمات وانت حاطط كيلو فجأة يقوم الميزان ينزل فجأة ونق التانيين يطلعوا يتناصروا على الأرض من شدة إيه؟ السكر. فهي السكر ما فيش أثقل. الشيخ القليني أو الشيخ الصندوق قال ما فيش أثقل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طبعا فيه لا إله إلا الله وإحنا هنتكلم عنها ونشوف علاجها. طب ارجع بص للجدول كده مرة تانية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هنا الموازين جمع يا جماعة. الموازين هنا إيه؟ جمع. والرقم 47 لما تجمعه 7 و4 كام؟ 11. يبقى خلي بالك من هذا الرقم وهذا الجمع. سورة الأنبياء الموازين جمع وما نجمع يعني مفردها ميزان أو ميزانه أو ميزانها الميزان المفرد يعني ومجموعها 7 زائد 4 11. تعال شوف الجدول اللي موجود. الجدول اللي موجود عندك بيشرح لك ان كلمة الميزان المفرد في القرآن جت في 6 مرات 6 آيات منهم 3 للفائزون و3 للخاسرون. الفائزون هم أهل الجنة والخاسرون هم أهل النار. في سورة الأعراف من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الآية رقم 8 وده فائز. برضه في نفس السورة ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم دي 9 وده خاسر. سورة المؤمنون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون يبقى الآية رقم 102 ده فائز. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم دي الآية 103 اللي هو خاسر. في سورة القارعة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية دي الآية رقم 6 اللي هو الفائز. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية الآية رقم 8 إلى 9 ده الخاسر. طب تعال نشوف موازينه. موازينه يعني الضمير يعود على الشخص اللي هتتوزن أعماله. فكلمة ميزانك يعني أنت مفرط. طب تعالى نجمع كلمة موازينه في القرآن الكريم. شوف أرقام الآيات 8 و9 و102 و103 و6 و8 اجمعهم هتلاقيهم 236. لما تجمع 6 زائد 3 زائد 2 يطلع 11. ايه رأيك إن أنت كنت بتقول الآية اللي قبل ذلك ونضع الموازين القسط يوم القيامة. سبحانك يا رب. لو جينا نشوف هذه الآية نلاقيه مجموع أرقامها هي رقم 47 ومجموع أرقامها برضه 11. يبقى إذا هناك الموازين جمع ولما جبنا نجمع الموازين في القرآن الكريم طلعت برضه 11. يبقى المفرد ميزان وميزان وميزان أو موازين وموازين وموازينه اللي هي الموازين. والموازين كام؟ 11 زي ما أنت شايف في الجدول كده. وميزانه لما جمعناها طلعت إيه؟ 11. يبقى جاء هذا القرآن من عند الله ميزان عددي في القرآن الكريم. أيضا لما هتيجي تشوف الفائزون الناس الفائزة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طب طالما هيدخل الجنة يبقى من أي باب من أبواب الجنة الثمانية. طب عايزك تجمع لي الفائز اللي ميزانه ثقل أو ميزانه فيه حسنات كتير بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف كده ونجمعهم.
أو هناخد إليه الفائز بقى الفائز في الجدول الصدر. ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي رقم 8. ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الآية رقم 102 في سورة المؤمنون. فأما من ثقلت موازينه، الآية رقم 6 في سورة القارعة. اجمع كده 8 و 102 يبقى 110، 110 زائد 6 يبقى 116، اجمع 116 6 زائد 1 زائد 1 يساوي 8. الله، يبقى الفائز ايه؟ ها؟ الفائز يدخل فين؟ الجمع جمع رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة الفلاح هنا جمعناها طلعت ايه؟ 8. في عظمة أكتر من كده في القرآن الكريم. عظيم دي تحببك إن أنت تكون من المكثرين الصالحين، وتقول أخلاص أنا توبت إلى الله، هطلع الشيء اللي أنا خازنه، وأنا خايف لا الفلوس تقل، أنا عايز أكون رفيق النبي في الجنة. أهو أصبر. يلا شوف مين بقى اللي هيتصل علينا كده. طيب الناس الخاسرين عمرهم ما تيجي تمام. الفائزين جمعناهم طلع 8، يعني أبواب الجنة السماوية. طب الخاسر اللي هو ميزانه خف، البخيل، البخيل المقل من الصلاة على النبي، أو ما بيصليش خالص، أو معاه فلوس مش عايز يعمل حاجة زي كده، مش عايز يكون رافض النبي في الجنة، خاسر في الدنيا والآخرة. هو ربنا قال خاسر أهو، ربنا اللي قال مش قال. وسامحني إحنا نقول أنت اللي خاسر. لكن أنت عايز تعمل شركة وعايز تعمل مشروع وتنتظر ما تصدقش. هم دول الناس اللي هم أهل الدنيا ما لهمش لا مكسب لا في الدنيا ولا في الآخرة. تعالوا نشوفهم كده. سورة الأعراف، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. اجمعها هتلاقيها الآية رقم 9. فسورة المؤمنون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الآية رقم 103. فسورة القارعة، وأما من خفت موازينه، الآية رقم 8. اجمعهم كده بقى 9 زائد 103 يبقى كام؟ 112. 112 زائد 8 يبقى 120. معهم 2 زائد 1 3. وصلتك للجنة؟ لا، ما وصلتكش للجنة. يبقى الميزان أثقل شيء في الميزان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دول اتجمعوا مع رقم 11، لأن كلمة موازين الآية رقم 47، ونضع الموازين القسط يوم القيامة، الآية رقم 47، 47 11. كلمة ميزانه في القرآن الكريم لما جمعناها طلعت 11. إيه علاقة 11 بالأذان والميزان؟ الأذان والميزان والصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لهم علاقة بالرقم 11. طب نعرفهم امتى؟ في الحلقة القادمة إن شاء الله. انتظرونا، سوف تجدون ما يسر أنفسكم ويسعد قلوبكم ويشرح صدوركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.